الخليج كان بيلاعب الاتحاد السعودي، والمباراة خلصت أو انتهت 3-2 بفوز الاتحاد السعودي. قدر يعني هدفين أو هدف لكارلوس فيلانوفيا ده تشيلي، وعبد العزيز العرياني ده سعودي، وعمار الدحيم ده برضو سعودي أو لاعب في اتحاد جدة السعودي. وأحرز البرازيلي ألكساندر هدف الخليج، وعبد الله سالم هدف برضو الخليج. الأهلي فاز على الفتح السعودي 1-0، سجله معتز هوساوي. بيحتل طبعا او بيتصدر النادي الاهلي اهلي جده السعودي الدوري برصيد 6 نقاط، يلي الهلال في المركز الثاني، والاتحاد برضو في المركز الثالث، وفي المركز الرابع الفيصل. روما الايطالي ودع طبعا دوري الابطال بخروجه او بهزيمته امام النهارده امام بورتو البرتغالي 3-0. مباراه الذهاب كانت انتهت بالتعادل 1-1، وهيلعب في اليوروب ليج. ستيفنينج دوت احد انديه القسم الثالث في الدوري الانجليزي تلقى هزيمه ثقيله من ستوك سيتي بمشاركه رمضان صبحي 4-0 في كأس الرابطة الإنجليزية في دور ال 64. تريزيجي قاد فريق أو رديف إندرلخت للفوز على جنت بثنائية. خلينا نطلع فاصل ونستقبل الأستاذ بليغ أبو عايد والأستاذ أحمد جلال.